هيأثر على ثقافتهم. مما لا شك فيه ان الاعلام يعتبر هو الاساس في التاثير على الناس. هو الاعلام مش بس هيأثر، الاعلام فعلا مؤثر. النهارده الناس بتاخد اخبارها من الاعلامي. الاعلام بيأثر على تفكير الناس الغير متحضره. اكيد طبعا الاعلام له تاثير ودور قوي جدا، ده اصبح المصدر الاول للناس في التعرف على الاخبار هو الاعلام. والله تاثير الاعلام بقى انا اكاد اقول ان هو بقى محدود شويه قدام الانترنت. طبعا الاعلام بياثر على ثقافه الناس بالنسبه اكبر من السوشيال ميديا. غزو ثقافي، يعني كل بلد بيبقى لها فكر وافكار مستحدثه على البلد الثانيه. الغزو الثقافي اللي هو الغرب هو عايز يصدر لنا افكار عنده هو عندنا هنا عشان تفسد مجتمعنا. جهات أجنبية معينة أو دول أجنبية معينة أو داخل البلد هنا عندك في مصر يبقى عايز يوصل فكرة معينة بطريقة معينة، تلاقي القنوات كلها بتكلم في نفس الموضوع بنفس الطريقة. إن الدول الكبرى بتسيطر على الدول الصغرى سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو فكريا. الإمبريالية على ما أعتقد إن مجموعة من الدول الكبيرة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا بتبدأ تسيطر على مجموعة من الدول وبتتخذ الدول دي كرعاية ليها وبتاخد تفرض القرار السياسي عليها. إن الدول زي أمريكا وإنجلترا وفرنسا وتركيا بتحتل بس احتلال ثقافي. أعرف إن هي مذهب سياسي زي الشيوعية.